المفروض تاخذ معنا 2 ليكتشرز. رح نبلش بيونت 3. اول شيء بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم والمفروض انكم انتم بتعرفوه وحكينا عنه بالليكتشرز قبل ما يصير عنا اونلاين ليرنينج. حكينا عندي مالتيبلز فاكتورز برايم نمبر وبرايم فاكتورز. هلا هدول المصطلحات الاربعه يعني ما في مجال انك تنساهم. شو يعني مالتيبلز؟ المضروب المالتيبلز هي المضاعفات. المالتيبلز هي المضاعفات. شو يعني مضاعفات؟ بقول لك مالتيبلز اوف 2 او مالتيبلز اوف 4 يعني مضاعفات الاربعه، يعني 4 8 12 16، يعني كل مره عم بزيد اربعه والاربعه بتكون داخله. وهي غلطه كثير طلاب، هاي بخربطوا فيها في السيتس. يعني بجي بقول له مثلا الست A هي مالتيبلز اوف 4، شو بيجي بقول لي 8 12 16، طب الاربعه لازم تاخذها. فاجي بقول لك مالتيبلز اوف 2 بتقولي 2 4 6 8 مضاعفات، والرقم نفسه بيكون داخل معك في المضاعف. طيب شو مضاعفات الستة؟ 6 12 18 24 38. إذا المضاعفات المالتيبلز، وما ننسى إنه المضاعف الرقم نفسه بيكون داخل المالتيبلز، الرقم نفسه بيكون موجود وداخل. طيب ممتاز. طيب لما باجي بقول لك فاكتورز، شو يعني فاكتورز؟ عوامل. احللها لمعاملاتها. يعني لما باجي بحكي لك شو معاملات العشرة، what are the factors of 10، شو هي عوامل العشرة؟ factors شو بتجي بتقول لي؟ 5 و2 و1. العشرة بتقسم على 5 وبتقسم على 2 وبتقسم على 10 وبتقسم على 1. هاي الخمسة 2 10 1 بنسميها فاكتورز. طيب لو جيت قلت لك ما بدي الفاكتورز اوف 10، بدي، طيب شو يعني برايم نمبرز؟ قبل ما اكمل، اللي هي الارقام اللي ما بتقسم الى واحد، الاعداد الاوليه. الاعداد الاوليه، اوكي. اللي هي شو الاعداد الاوليه؟ اللي ما بتقسم الى واحد. شو تعريفها شباب؟ شو تعريف الرقم الاولي؟ يا بقسمه بس الاعداد اللي بتقسم على واحد او حاله بس، يعني بقسم على نفسه وعلى واحد بس. بقسم على نفسه وعلى واحد ما عدا الواحد، ما عندي واحد. من وين ببلش؟ اثنين. من اثنين بتقسم بس على نفسه وعلى الواحد. ثلاثة. اثنين ثلاثة خمسة. خمسة. سبعة. 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 تسعة لا صح؟ سبعة. تسعة بتقسم على ثلاثة، فما بدنا إياها. تسعة. لا 11 و13 بتقسم على 5 وبتقسم على 3 وما بقدر اخذها. طبعا طيب ممتاز. طيب اذا صرنا نعرف يعني مالتيبلز اللي هي المضاعفات، اللي هي باخذ الرقم نفسه وبزيد عليه نفس قيمه الرقم كل مره. اما الفاكتورز فهي العوامل، يعني هذا على شو بقسم الرقم الموجود عندي، والبرايم هي الاعداد الاوليه. طيب شباب لو اجيت قلت لك بدي برايم فاكتور للعشره، شو البرايم فاكتور سوري للعشره؟ شو بده يكون جوابها؟ بدك معاملات العشرة بس تكون اثنين وخمسة. ممتاز، أنا هذا اللي بدي إياه. أول إشي بدي معاملات العشرة الأولية فقط. يعني بقول لك برايم فاكتورز يعني بدي معاملات العشرة الأولية بس. يعني أول إشي إحنا طلعنا اثنين وخمسة بدون العشرة. معاملات العشرة هي 5 2 10 1. شو بتجي بتقول لي؟ أنت بدك البرايم فاكتورز مش أي فاكتور، الواحد لا. العشرة لا، اثنين مظبوط والخمسة مظبوط. إذا البرايم فاكتور للعشرة هي اثنين وخمسة، لأنه هي بنفس الوقت معاملات عم تقسم عليها وبنفس الوقت
هي هي برايم. فإذا لما بجمع prime number مع factor بتصير prime factor، اللي هي القيم اللي بتقسم على هذا الرقم أو الأرقام اللي بتقسم على هذا الرقم والمعاملات اللي بتقسم على هذا الرقم، بشرط إنها تكون أولية. إذا 2 والخمسة هي prime factors للعشرة. طيب ممتاز، الكل فاهم أنا شو حكيت شباب؟ هدول مهم 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 مهم، رح نضل نحكي في هاي المصطلحات من هون يعني إلى ما شاء الله، فكتير مهمة. لو جينا في حدا مو فاهم هاي واحدة من هاي الأشياء، يعني الكل فاهم؟ I'm good. أوكي. لو جيت طلبت منكم express 72 as a product of prime factors. Express 72 as a product of prime factor. هلا 72 هاي شو طلب مني؟ طلب مني اني احللها لبرايم فاكتور، او هي بدي حاصل يعني بدي نحللها الى حاصل ضرب برايم فاكتورز. هاي كنا نعملها بالمدرسه بس انتم ناسين. طيب لو احنا حكينا 72 بدك تقسمها، بدك تضلك تقسمها، بس شرط انك انت لازم تقسم الارقام الموجوده عندك بس لبرايم فاكتورز بس، يعني 2 3 5 7 هاي الأرقام أو الرقم نفسه، يعني خلص لما بتسد آخر شيء. يلا لأنه هو حاط يعني في prime factors بس بستخدم ال prime factors يعني بس. بس ما هو طالب مني إنه هي product. عشان بالسؤال صح. 72 A بدي أخلي 72 72 شو تساوي A ضرب B ضرب C ضرب E وشرط إنه كل هدول الأرقام هم عبارة عن prime factors. أنا فهمت السؤال بس أنا قصدي إنه هي فعلياً عادي إنه تنقسم على مش prime factors بس إنه عشان طالب السؤال prime صح؟ لازم تكون prime. لا. من هون ورايح إذا بدك تحللها حلها لبرايم. خمسة. أوكي. أوكي يلا 72 شو رح نقسمها؟ 72 على 2. ممتاز اللي هي قديش؟ 36. يلا كملوا معي. 36 تقسيم 2 18 ثلاثة تربيع. إذن هي هيك حلينا السؤال. إذن عملنا express the 72 as product من prime factors، هيها حللنا ال prime factors وضربناهم في بعض. فأنت فعليا لما تيجي تعمل 2 ضرب 2 4 4 ب 2 8 8 في 3 24 24 في 3 72. فإذن إحنا هيك حللناها ال prime factors تبعت. إذن هيو 72 حلل لك إياها اللي هي 2 تكعيب ضرب 3 تربيع اللي هي موجودة عندك